السلام عليكم الاخوان، تحياتي للجميع ومرحبا بكم في الفيديو الجديد اللي ان شاء الله غادي نعطيكم مجموعه من الاخبار اللي كتتعلق باللاعبين المغاربه. حمزه منديل الى الشالك الالماني، يوسف النصيري كيرجع للدوري الاسباني الدرجه الاولى من بوابه ليغانيز، الهلال السعودي يعلن رسميا انه غادي يقدم عرض للاعب رومان سايس، وايرفي رونار يتصل باللاعبين المغاربه باش انهم يبقاو مع المنتخب المغربي ويتراجعوا على فكره الاعتزال. حمزه منديل كينتقل للدوري الالماني من بوابه شالك، اللاعب المغربي اللي انتقل من ليل الى نادي شالكا بالعقد اللي غادي يمتد الخمس مواسم والقيمه ديال العقد اللي هي 7 مليون ديال الاورو. اللاعب المغربي حمزه غادي يجاور اللاعب الاخر المغربي امين حاريج في نفس النادي، وان شاء الله نتمنوا ان اللاعبين الشباب اللي هما المستقبل ديال المنتخب المغربي تكون عندهم تنافسيه في الدوري الالماني. هنا غادي نذكروا ايضا اللاعب اشرف حكيمي اللي غادي يكون في مباريات اللي غادي تكون جميله ان شاء الله، غادي نتابعوها في المباراه اللي غادي تكون ان شاء الله ديال المنتخب ديال الفريق الالماني دورتموند اللي كيلعب فيه اللاعب اشرف حكيمي، وكذلك الفريق شالك 04 اللي كيلعب فيه اللاعبين حمزه منديل وكذلك اللاعب امين حارث. وان شاء الله نتمنوا المباراه اللي تجمع هاد الفريقين تكون مثيره وجديره بالمتابعه بالنسبه للجمهور المغربي. يوسف النصيري كيرجع للدوري الاسباني الدرجه الاولى من بوابه ليغانيز، اللاعب من بعد انه تالق مع الفريق ديالو مالاغا وكذلك مع المنتخب المغربي خاصه في الكاس العالم في المباراه اللي دخل امام المنتخب الاسباني وسجل هدف جميل. ليغانيز كياخذ هذا اللاعب من الفريق ديال مالاغا وكيوقع معاه عقد ديال خمس مواسم وايضا 7 مليون ديال الاورو باش يشراو العقد ديال اللاعب اللي عنده عقد مع الفريق مالاغا. اللاعب كيرجع للدوري الاسباني وان شاء الله نتمنوا التوفيق للاعب يوسف النصيري مع الفريق اللي سبق ليه لعب فيه اللاعب نور الدين امرابط وكيلعب فيه حاليا الدولي المغربي السابق نبيل الزهر. كيعلن النادي السعودي الهلال انه رسميا غادي يقدم عرض للاعب المغربي غانم سايس، وبكل صدق وبكل واقعيه شخصيا كنتمنى هذه الصفقه ما تتمش بنجاح، كنتمنى ان اللاعب غانم سايس يبقى مع الفريق ديالو ولفرهامبتون في الدوري الانجليزي الدرجه الاولى من بعد انه قدم مستوى كبير مع الفريق في القسم الثاني يعني الدوري الانجليزي الثاني، ورجع واستطاعوا انهم يوصلوا للقسم الاول بريمير ليج. كنتمنوا ان اللاعب غانم سايس يبقى مع الفريق ديالو، كنعرفوا الدوري الانجليزي الممتاز دوري محترف غادي يعطي واحد المستوى كبير للاعب وان شاء الله يفيد به المنتخب المغربي، عكس انه الا تمت الصفقه ديالو للهلال ووافق هو انه يمشي للهلال غادي يكون المستوى ديال غانم سايس غادي ينزل بشكل كبير، وكذلك المنتخب المغربي ما يكونش في امان وما يكونش واحد الايادي امنه، والمستقبل ديال المنتخب المغربي خص يكونوا فيه لاعبين كيلعبوا في دوريات كبيره، والا قلنا الدوري الانجليزي فهو من اكبر الدوريات على الصعيد العالمي. رونار كيعلن وكيتصل باللاعبين ديال المنتخب المغربي الاساسيين يعني الركائز ديال المنتخب المغربي، وكيقول لهم بانهم يحاولوا انهم يتراجعوا على فكره الاعتزال اللي كانت كتلوح في الافق عند اللاعب خصوصا مهدي بن عطيه. كيتواصل المدرب مع اللاعب وكيقنعوا انه يستمر مع المنتخب المغربي خاصه انه حاطه من البيلي ديال الفرقه ومعتمد عليه بشكل رسمي وهو العميد الفريق ديال المنتخب المغربي، وحنا على بوابه اقصائيات كاس افريقيا اللي غادي تكون عندنا مباراه قادمه مع الفريق ديال مالاوي في الشهر اللي جاي، وكذلك من بعد الاقصائيات كاينين يكون ان شاء الله كاس افريقيا في 2019 في شهر 6، يعني المنافسات قريبه متتاليه. المنتخب المغربي ما عندوش الوقت انه يبدل الجلد ديالو بلاعبين اللي كانوا هما اللي كانوا المحور الاساسي ديال المنتخب المغربي وكيشكلوا العمود الفقري ديال المنتخب المغربي بلاعبين جداد. خصنا وقت فاش اننا نمروا من مرحله الى مرحله، يعني اللاعبين الان ماشي وقت الاعتزال، كنتمنى انهم يستمروا مع المنتخب المغربي. وهنا كنذكروا المحمدي كذلك الاحمدي كذلك بوصوفا بن عطيه امرابط بوطيب واللاعب ضرار، كنتمنى انهم يتراجعوا على فكره الاعتزال ويستمروا مع المنتخب المغربي، علما ان بن عطيه وبوصوفا كانوا ربما شاروا بانهم غادي يكون المونديال ديال روسيا 2018 اخر مشاركه لهم مع المنتخب المغربي الاول، وان شاء الله نتمنوا التوفيق للمنتخب ديالنا المغربي. إذن هذوما المعلومات والأخبار اللي كانت ديال المنتخب المغربي، اللي منهم الانتقال ديال حمزة منديل وكذلك النصيري وكذلك العرض
ديال الهلال السعودي وكذلك رونار التواصل ديالو مع المنتخب مع اللاعبين ديال المنتخب المغربي. كنبغي الاخوان نشكركم وكنشكر الاخ حمزه في القناه ديالو ميزوكس اللي دائما كيدعمني وهو اللي في هذه الحلقه هذه ندير الاخراج وكذلك غادي يدير المونتاج. كنشكره بزاف، شكرا ليك. كنتمنى انكم تدعموا الاخ حمزه في القناه ديالو ميزوكس اللي كيقدم معلومات تقنيه رهيبه وكيقدم واحد المستوى اللي كبير. كنتمنى الاخوان تكونوا في افضل الحال ديالكم. الى ذلك الحين استودعكم الله والى اللقاء.